ايش تقول لي؟ وش ايه؟ هذولي مساعدات طنبس طنبس. ايش؟ طنبس. ايش طنبس؟ ده احترم نفسك. ايش طنبس؟ ايش يعني طنبس؟ طنبس طنبس. يعني انزل كده. ايه بابس. بابس ايه؟ تكلم عربي. يعني دنك دنك. دنك يسمع دنك بابس يقول لي. ايش هذه؟ هذه ايش؟ هذولي مساعدات الكلب. واريخ دي ولا لا؟ اله الا الله ذكر ربك. ما شاء الله تبارك الله. هذا لي مساعدات الكينج. هذا الكينج. اي اسمنا كينج. ايه ايه. طيب بكم هذه؟ وش بكم؟ كم هذا لي ب 15. ها 15000. قول والله. والله العظيم يا ابوي دي كوريلا فوق الربع ولا قيمة كوريلا يا مريض. يصير مريح الموت يصير يا حبيبي. ليه معاملة معاملة بشر تعرف سيارة ربع. هو مشكلته مطبه فهمت؟ ايه مشكلته مطبه. ايش مطبه؟ يعني مطب مطب تعرف مطب حق كذا اللي كذا. ايش انت ما تفهمش؟ ما انت زي ما انت فاهم. ايش مطبه؟ هو مشكلته بالمطب يعني المطب ايه يابس. ايه حنا نركب مساعدات ونلين علينا عشان يصير مطبه مريح فاهم؟ مطبه ايه مطبه. طب ليه سيارات وسخه عندك؟ مو بوسخه ذا اخبار شفت ذا ايه نتعب 5 شهور تغبيره. ايه نجمع اغبار ونروح للسطح ونشيل اغبار اللي بالسطح ونخلطه بماء ونرش يعني نتعب على يعني الشكل. يعني انا احسبك انك وسخ بدك تنظفه. انت بالعينية عليه مسابقات ذا الوسخ ده. ايه عليه مسابقات. والله اسال متابعينا كان ما متابعين ما في اشياء مريض مريض انت يعني السياره قيمتها 150 فيها اغراض ب 400000. ليه؟ طيب ليه هذا النصب. ايش هذا النصب؟ الحين الارض ارض البيت كم تاخذ؟ 200000. طيب. وتحط به وتعمره ب 700000. طيب بدك تنفع ايش ينفع؟ اي والله اقنعني ابو هاشم. ايش خدت على حدك اقنعنا كيف سياره اغلى منك دقيقه. بالأمانة بالأمانة.